مسلسل راجعين يا هوى اللي كتبه الأستاذ أسامة أنور عكاشة، فيبقى أسامة أنور عكاشة حاضرا غائبا. راجعين يا هوى من الراديو أو من مسلسل إذاعي إلى مسلسل تلفزيوني، فتتألق في النجمة وفاء عامر. أهلا بيك. أهلا بيكم، ميرسي جدا جدا على المقدمة الرائعة دي، دايما أنت كمان رائع. يا رب يخليكي، يا رب يخليكي. مش عارف أقولك إيه، النقلة بتاعت المسلسل ده من مسلسل إذاعي بالأساس إلى مسلسل تلفزيوني وكتابة أو كتابة في أصلها لأسامة أنور عكاشة، تساوي إيه عند النجمة وفاء عامر؟ تساوي حاجات كتير جدا جدا. أولا الأستاذ أسامة أنور عكاشة قيمة وقامة كبيرة في الدراما، وله بصمات يعني محدش يقدر ينكرها، إحنا كلنا تربينا عليها، ده رقم واحد. وأنا كان ليا الحظ إن أنا اشتغلت أميرة من عابدين. أيوة. كان كتابة الأستاذ أسامة أنور عكاشة، واشتغلت كمان حاجة اسمها كانت شارع الموردي أعتقد. لا، ليالي الحلمية كانت بدايتي، عملت 4 مشاهد. كان الجزء الأخير. أستاذ أسامة أنور عكاشة حاجة يعني من الحاجات اللي مش هتتكرر في العالم العربي. لكن برضو للأمانة إحنا معانا برضو حد بيعمل في سيناريو حوار، لأنه كان راديو ورجعنا تاني بنعمله تلفزيون، محمد سليمان عبد الملك. ولما اتكلمت مع محمد سليمان عبد الملك قال لي أنا من الناس اللي مبهورين أصلاً بالأستاذ أسامة أنور عكاشة. محمد سليمان أصله جميل وقلمه جميل. حقيقة، عشان ولا تبخسوا الناس أشياء. صحيح. فده راجل بجد عمل مجهود كبير جداً جداً علشان يحاول يخلي الجملة بشكل الحوار بتاع الأستاذ أسامة. طبعا الاستاذ محمد سلامه، محمد سلامه انا بروح سايبه ايدي خالص. حتى الاداء ساعات يجي يقول لي وفاء من فضلك انا عايز المنطقه دي كذا، تشويحه الايد هنا كذا، لو انا قلت في يظبطه، يعني في مكتوب طبعا ومحسوب بالمسطره، لازم هو اللي يظبطه علشان يبقى يعني يبقى ان قوي. فمحمد سلامه في مخرج كمان في الموضوع، يعني طبعا انا من حظي ان انا اشتغلت معاه. والله احنا حظنا حلو، بس انا عايز اقول حاجه بقى، احنا حظنا حلو ان احنا اولا سامعين صوتك، وحظنا حلو ان احنا شايفينك في المسلسل ده بالذات، لانه زي ما قلتي ده كتابه اصلها لاسامه انور عكاشه، واشتغل عليها محمد سليمان عبد الملك، ومحمد يعني فعلا قلم رشيق وذكي. لكن قلت كلمه عجباني قوي، قلم رشيق. قلم رشيق جدا جدا. يعني كمان بيحاول، يعني بيقول لك انا نفسي، انا عمر ما حد، يعني انا مره اتكلمت معاه قال لي انا عمر ما حد هيجي زي الاستاذ اسامه، لكن انا بحاول ان يعني يبقى في قلم بيكتب في نفس السكه دي او بنفس الاحساس بتاع الاستاذ اسامه. لا بس هو رائع. لكن انت مدرسه في التلقائيه. والله بكلم جد، يعني دايما انا اشوفك انك انت مدرسه تلقائيه، وبعدين كل يعني ده اللي انا بشوف كل المشاعر والعواطف اللي بشوفها قدامي على الشاشه في اي دور بتقدميه، انا حاسس انه مع حفظ الالقاب هو، وفهميني كويس في المصطلح، وفاء عامر بتدلدق مشاعر. فاهمه المصطلح؟ مش بقصد بيه اي بخس للحق على الاطلاق، لكن حاله تلقائيه فياضه كده، مشاعر متدفقه وفيض من المشاعر. عارف الحاجة الوحيدة اللي ما بعرفش اكذب فيها ايه؟ يعني ممكن حد يسألني على حاجة ما اقولش، او اداري، او اهرب. عارف انا الحاجة الوحيدة اللي ما بكذبش فيها ايه؟ ايه هي؟ التمثيل. على طول. لازم ابقى انا. لازم ابقى الشخصية دي. لو ما بقيتش الشخصية دي ما بعرفش امثل، ما ببقى فيك، ببقى بحس ان انا اي كلام. لا وبعدين اصله كمان يعني على سبيل المثال في المسلسل ده المشاهد بتاعتك اللي هي فيها التلقائيه وفيها خفه دم، حتى وانتوا بتتخانقوا، وفي المشهد بتاع خناقتك مع انوشكا على السفره. ده حدوته. دي جميله قوي. انوشكا جميله. جميله. والمشهد كان رائع. بص كل زمايلي، اولا انا مبسوطه، اولا عايزه اشكر كمان خالد النبوي، ده حد جميل قوي قوي، وانا كان نفسي امثل قدامه باي شكل حقيقه. يعني راجل اتعلم تمثيل بره مصر، وممثل بيشتغل على نفسه قوي، ومكسب لاي شركه تشتغل معاه، وبيكبر اي حد قدامه، مش مزعج، مش مزعج على الاطلاق. دي اول مره تشتغلي مع خالد؟ اول مره، مع انه زميلي كان في معهد عالي فنون مسرحيه، لكن اول مره نشتغل مع بعض. اوكي.
يعني بجد حاجه بيحب الشغل لدرجه يعني بجد احنا اتفقنا جدا في الحته دي. بيحب زميله كمان. المفاجاه نور ابنه انا اللي اخترته على فكره، يعني مش عايزه اقول لك، قلت لهم يعني كان في ممثل واعتذر، قلت لهم انا عاجبني قوي نور النبوي. يعني انت اللي اخترتي يعني نور؟ احساسي جه كده ان ده يبقى ابني. ولد مدرسه تانية مختلفه. وخدتي بالك نور طالع نسخه من ابوه؟ لا بس هقول لك على مش حاجه، في التمثيل، في الشكل، في الشكل صوته غير. مدرسه تانية، مدرسه تانية غير خالد، لكن الشكل هو نفسه والله يعني هو خالد. هو طالع عمه وبيشبهه في الطباع. فجت كمان الصدفه انه كمان الشكل قريبين لبعض. الله. الولد طالع كربونه كربونه كربونه. جدا جدا بس جدا. بس في حاجات كتيره قوي، في حاجات كتيره قوي في الولد ده جديده كمان. زي ايه؟ زي مثلا انه مثلا يعني ايه، لو انا يعني كنت تخيلت مثلا ان لو ممكن بس بعمل معاه بروفا، فخفه الدم اللي لسه ما شفتوهاش بقى، اللي طبعا استاذ سلامه مبلوزها في بعض المناطق بيني وبينه. اقول افيه جاهز ومخ حاضر بيدرس ناصح ذكي في البروفا. في البروفا طبعا ما نقدرش نعمل كده في التمثيل، لان احنا ملتزمين جدا بكل كلمه مكتوبه، سواء استاذ اسامه انور عكاشه، استاذ محمد سليمان عبد الملك، استاذ محمد سلامه، احنا كل حاجه بالمنظور. يعني انتوا التزمتوا بالنص التزام كامل، حتى في مشاهد جدا. الخناقات ما كانش فيها حته ارتجال كده؟ بص يعني الاستاذ محمد سلامه له مدرسه، ماشي، يقول لك انا بحبك تمثل وانت سايب ايدك، وانا بحب انا يعني مثلا اشتغلت كده مع الاستاذ بنفس الطريقه دي، مع نجحت جدا مع استاذ خيري بشاره. يعني الطوفان كان الحته دي موجوده عند الاستاذ خيري، يقرا الممثل جواه ايه ويلقطه. الطوفان ده كان عبقري عبقري. ما انا بقول لك نجاحي بقودين دي الاثنين، رجائي واستاذ خيري بشار، وطبعا من الشركه المنتجه طبعا. هو انت على طول نجاحك بتهبيه للاخرين يعني على ما يبدو؟ هقول لك على حاجه، يعني انا ممكن يبقى الدور ده مكتوب، لو ما جابونيش فيه وجابوا ممثله تانية مش ممكن ما يطلعش بالبريق ده. فلو طالما طلعت برا يعني ببرق كده فيه وكويسه، فليه ما اقولش ان دول اللي اختاروني، دول اللي دعموني ووقفوا ورايا. يعني انا افتكر مره ريمون مقار قلت له البيت ده انا نفسي نقعد فيه يوم تاني، قال لي البيت ده عاجبني جدا، بيتكتب فيه اسبوع، بيت الام مش قادره انسى. منتج ذكي يعني، قال لي الجمله دي مش قادره انساها، قال لي مفتوح لحد ما تقفلوه. والله كل اللي اقدر اقوله انه كما جرت العاده بتسعدينا وبتمتعينا جدا باداء شديد التلقائيه، زي ما قلت لك كده ما بين قوسين، يعني بتدلدقي مشاعر وعاطفه. انا بشكرك جدا 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 على المكالمه، وزي ما دايما بقول الى ان نلتقي قريبا في هذا البرنامج اتمنى ذلك، ما ترفضيش دعوتنا، تنورينا وتشرفينا. أشكرك. نجمتنا اشكرك اشكرك نجمتنا الكبيره الفنانه وفاء عامر.